السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات شهيوات أم ناني. اليوم إن شاء الله جبت لكم هاد لاتارت كما كتشاهدوا معايا، غزالة في المنظر ولذيذة وكتحمق في المذاق ديالها بحشوة رائعة وبمقادير سهلة وكتحضر في أقل من 5 دقائق. العجين ديالها كيجي بحال الكرامبل. غادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتكون. بسم الله، نتمنى تكونوا تسمعوا القرمشة اللي فيها، رائعة كتستحق التجربة. كما كتشاهدوا معايا نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الوصفة ديال اليوم وصلوها لاكبر عدد من اللايكات، اشتركوا في القناة. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو في هاد لاطارت هادي، عندي 400 غرام ديال الدقيق الابيض اللي سبق لي وغربلته، 16 غرام ديال الخميرة ديال الحلويات اللي حتى هي غربلتها، 120 غرام ديال الزبدة في حرارة الغرفة، 150 غرام ديال السكر حبيبات، جوج ديال البيضات، رشيشة ديال الملحة. وبالنسبة للتنسيم غادي نستخدم السكر المنسم بالفاني. نبداو على بركة الله، غادي نضيفو الزبدة على الدقيق، بسم الله، نزيدو السكر والخميرة ديال الحلويات، كنديرو جميع المكونات مرة واحدة، رشيشة ديال الملحة، كما كتشاهدوا معايا الطريقه ديالها اسهل منها ما كاينش. بسم الله، باليدين ديالنا غادي نخلطوا جميع المكونات. كما كتشاهدوا معايا العجين كيجي بحال الكرامبل، غير باطراف الاصابع ما كنعجنوهاش. كما كتلاحظوا معايا كتجي بحال هذا الشكل هكا. غادي نخليها جالبا وغادي ننتقلوا باش نحضروا الحشوه. بالنسبه للمقادير ديال الحشو، غادي نحتاجوا 250 غرام ديال جبنه الريكوتا، جوج معالق كبار ديال السكر حبيبات، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، وساشي ديال الفاني. بسم الله، غادي نديرو الجبن ديال الريكوتا، نزيدو عليه السكر، نزيد الكاكاو المر، واحد الساشي ديال الفاني للتنسيق، غير بالملعقة غادي نخلطو هاد المكونات. كما كتشاهدوا معايا غير بالملعقة فقط، غادي نحتفظوا بها جانبا ونحضروا المول اللي غادي نديروا فيه لاطارت. خديت مول القطر ديالو 26 سنتيمتر، دهنته بالزبدة وغبرته بالدقيق. الان غادي نحاول ندير نصف الكمية ديال العجين ونحتفظ بالكمية الاخرى باش نديروها من الفوق. غادي نضغط واحد شويه، نحاول نقاد لها الوجه ديالها بشكل متساوي. نطلعوا غير واحد شويه الجوانب، ماشي بزاف، غير شويه. ها
على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا معايا. الان غادي نوسع فوق منها الحشوه ديال الجبن، نوسعوها بشكل متساوي. كما كتشاهدوا معايا وزعت الحشوه ديال الجبن على الوجه كامل ديال لاطارت، والان غادي نزيدوا الكميه الاخرى ديال العجين المتبقي غير هكذا باطراف الاصابع الاول. على هذا الشكل هذا تخطو غير على الجوانب شويه، الان بعد ما ساليت التشكيل ديال لاطارت شعلت الفرن على 180 درجه من الاسفل والاعلى. غادي ندخلوا لاطارت ديالنا الطيب ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. بعد ما خرجت لاطارت من الفرن كما كتشاهدوا معايا غادي نستناو عليها حتى تبرد تماما ونشوفوها في طبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال لاطارت اللي حضرنا مع بعضياتنا هذا النهار. يمكن لكم تزينوها بالسكر كلاسي كيف ما يمكن لكم تخليوها غير هكذا، انا غادي نخليها غير هكذا. شكل جميل جدا والمذاق ما نعاودش لكم. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف، بصحه وراحه ومع السلامه. فيديو جديد ان شاء الله.